اليوم سوف ندرس كيف نصرف الكونديشناليه. الكونديشناليه نستعمله عندما نريد أن ننصح، أو عندما نريد أن نتحدث على أمل. مثال: إيو بارليري ا محمد البوستو تو، أنا سوف أتكلم مع محمد في مكانك أنت. وكذلك يستعمل الكونديشناليه في عندما نريد أن نتحدث على إمكانية القيام بالفعل. مثال: potresti chiedere a Mohammed di prestarci i soldi؟ هل يمكن أن تتكلم مع محمد ليقرضك القليل من المال؟ وكذلك نستعمل الكونديشناليه عندما نريد أن نتحدث عن الشك. فاطمة sarebbe felice di vivere in Tunisia؟ فاطمة، هل ستصبح سعيدة إذا عاشت في تونس؟ وكذلك يستعمل الكونديشناليه عندما نريد أن نطلب شيء بأدب. potresti darmi un bicchiere d'acqua؟ هل يمكنك أو هل تستطيع أن تعطيني كأس ماء؟ وكذلك يستعمل الكونديشناليه عندما نريد أن نعبر على أمل. vorrei mangiare una pizza، أريد أن آكل بيتزا، أو آمل أن آكل بيتزا. الكونديشناليه del verbo essere. io sarei، أنا سأكون. tu saresti، أنت ستكون. lui sarebbe، هو سيكون. lei sarebbe، هي ستكون. formale lei sarebbe، حضرته سيكون. noi saremo، نحن سنكون. voi sareste، أنتم ستكونون. loro sarebbero، هم سيكونون. كونديشناليه dal verbo avere. io avrei، أنا سيكون عندي. tu avresti، أنت سيصبح عندك أو سيكون عندك. lui avrebbe، هو سيصبح عنده. lei avrebbe، هي سيصبح عندها. formale lei avrebbe، حضرته أو حضرتها سيكون عنده أو عندها. noi avremo، نحن سيكون عندنا أو سيصبح عندنا. voi avreste، أنتم سيصبح عندكم. loro avrebbero، هم سيصبح عندهم. اليوم سوف نتعلم الكونديشناليه بالنسبة للأفعال في اللغة الإيطالية. سنبدأ بالأفعال في اللغة الإيطالية التي تنتهي ب are. الفيربو parlare، يتكلم. يجب أن نأخذ الفوتورو del verbo parlare، يعني فعل يتكلم في المستقبل. io parlerò، أنا سأتكلم. يجب أن نحذف ero ثم نضيف الكلمات التالية: io parlerei، أنا سأصبح أتكلم. tu parleresti، أنت ستصبح تتكلم. lui parlerebbe، هو سيصبح يتكلم. lei parlerebbe، هي ستصبح تتكلم. formale lei parlerebbe، حضرته سيصبح يتكلم. noi parleremo، نحن سنصبح نتكلم. voi parlereste، أنتم ستصبحون تتكلمون. loro parlerebbero، هم سيصبحون يتكلمون. الآن الأفعال التي تنتهي ب ere. الverbo leggere، يقرأ. يجب أن نأخذ الفعل عندما يكون في صيغة المستقبل، مثال leggero. يجب أن نحذف ero ثم نضيف الكلمات التالية: io leggerei، أنا سوف أقرأ. tu leggeresti، أنت سوف تقرأ. lui leggerebbe، هو سوف يقرأ. lei leggerebbe، هي سوف تقرأ. formale lei leggerebbe، حضرته أو حضرتها سوف أو ستصبح تقرأ. noi leggeremo، نحن سنصبح أو سنصير نقرأ أو ندرس. voi leggereste، أنتم ستصبحون تقرؤون.
loro leggerebbero. هم سيصبحون يقرؤون. الآن الأفعال التي تنتهي ب إيره، الفيربو بارتيره يرحل، يجب أن نأخذ الفعل بارتيره في صيغة المستقبل، بارتيرو يجب أن نحذف الجزء الأخير إيرو ثم نضيف المفردات التالية: إيو بارتيري، أنا سوف أرحل، تو بارتيريستي، أنت سوف ترحل، لوي بارتيريبي، هو سوف يرحل، لي بارتيريبي، هي سوف ترحل، فورمالي لي بارتيريبي، حضرته سوف يرحل، نوي بارتيريمو، نحن سوف نرحل، فوي بارتيريستي، أنتم سوف ترحلون، لورو بارتيريبيرو، هم سوف يرحلون.